للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور جمال، كيف تابعت هذا الحدث بتدشين وافتتاح مدينة المنصورة الجديدة في مرحلتها الأولى؟ يعني خليني أتحدث إليك الآن من يعني على شواطئ البحر المتوسط، حيث المنصورة الجديدة افتتاح يليق بحجم المجهودات التي بذلت فيه، افتتاح يليق بحجم جمهورية جديدة يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مهمة الدولة المصرية والمسؤولية عام 2014. نحن أمام طراز وإنجازات واضحة، يعني مدينة حضارية. ما شهدناه اليوم، ما عشناه في الجولات، يؤكد لنا ويؤكد لكل المصريين أننا أمام يعني نقلة عمرانية وحضارية كبيرة جدا تحدث اليوم على شاطئ البحر المتوسط، حيث المنصورة الجديدة مدن صناعية، خدمات لوجستية، مدارس قريبة من الجامعات والجامعات الأهلية، و ومساجد وكنائس وكافة أنواع الخدمات، خاصة يعني هناك يعني صناعات متعددة ومختلفة. بالإضافة إلى أنه لو تحدثنا عن حجم هذه المدينة المنصورة الجديدة والطراز المعماري الراقي الذي حدث بها والتحولات التي حدثت هنا على شاطئ البحر المتوسط، هذا أمر في الحقيقة يؤكد أن هناك مجهودات كبيرة بذلت، وأن هناك رؤية، وأن هناك فلسفة واستراتيجية لمسناها في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، وفي مداخلاته عندما كان يستعرض وزير الإسكان شرح العاصمة وتفاصيلها، وأمنية السيد الرئيس ومناشدته للمصريين بالهمة للمشاركة والمساعدة في تعمير ربوع المحروسة. هذا هو مربط الفرس الذي نتحدث به. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل محفل يكون حريص على مشاركة الشباب ويعول دائما على المواطن المصري في الوصول إلى أهدافه وبناء جمهوريته الجديدة. ما هي الرسالة التي يحرص عليها السيد الرئيس والمغزى منها في كل مرة يلتقي فيها الشباب المصري ويسلمهم الراية فيما هو قادم لوطنهم؟ يعني السيد الرئيس أيضا أكد على ذلك خلال هذا الحفل والاحتفال الذي كان ناجحا بامتياز من حيث الشكل والمضمون. أكد سيادته على أنه ما يتم الآن يعني هو حالة بناء، وبناء حقيقي وبناء واقعي للدولة المصرية سيجني ثمار هؤلاء الشباب. ولذلك الرئيس حريص على أن هؤلاء الذين يكونوا الثمار هم الذين يشاركون في صناعة وزراعة هذه البذور التي تأتي باستمارة المستقبلية، وأن ما يحدث الآن ربما يحتاج إلى قدر من الصبر، لكنه قطعا يعني ستجني ثماره الأجيال المقبلة والشباب. والرئيس منذ يعني أن تولى المسؤولية لديه يقين تماما أن هذه الدولة لن تقوم إلا بسواعد شبابها. نعم دكتور جمال، الحرص على تنمية الإبداع والارتقاء بالذوق العام. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية التقى مجموعة من الشباب وأوصى بمسابقة تعقد على محافظات مصر، على كافة المحافظات المصرية، لاستطلاع النماذج الشابة في كافة مناحي الفنون. كيف ترى هذا الأمر وتأثير القوى الناعمة وتنمية الروح لدى المجتمع المصري؟ الرئيس يعلم جيدا ويدرك جيدا أهمية الوعي والتأسيس الوعي لدى الشباب ولدى يعني ومفهوم بناء الإنسان، وتحدث عنه مسبقا وتحدث عنه كثيرا، وأولى أدوات بناء الإنسان
هي تكوين العقل ايضا، تكوين العقل ويعني بالثقافه والفن والابداع. وبالتالي هنا الدوله المصريه والهويه المصريه عبر التاريخ تقوم على او جزء منها هو فكره الثقافه المصرية والثقافة الحضرية المصرية، وكل هذه الثقافات وكل هذه الإبداعات عبر التاريخ كانت تلعب دورا كبيرا في توسيع إدراك الأجيال المتعاقبة وفي الحفاظ على الهوية المصرية التي تعرضت عبر التاريخ للعديد من التحديات، لكنها ظلت راسخة وثابتة بحكم ثقافتها وحضارتها وإبداعها. وبالتالي هنا الإبداع كمان يعني أمر مهم جدا، لا سيما أن هناك في محافظات مصر نماذج مضيئة كثيرة جدا يعلم الرئيس قيمتها ويشجعها ويفتح آفاق الجائزة أو المسابقة جزء منها، خاصة أن الحدث اليوم يقع في مدينة أو المنصورة الجديدة، ونحن نعلم جيدا أن المنصورة وهي يعني عاصمة الدقهلية تخرج منها نجوم ومشاهير كثيرين وفنانين ومثقفين وأم كلثوم وأنيس منصور وأسماء كثيرة جدا من المنصورة ومن الدقهلية بشكل عام. وبالتالي هنا المكان يناسب هذا الطرح وهذه المسابقة، فضلا عن أنه عندما يتحدث السيد الرئيس عن هذه المسابقة إذن لابد أن تلاقى بدعم ومساندة وحيوية من القائمين على هذه المؤسسات لتنفيذها، حتى يمكن أن تكون هذه المسابقة بمثابة كشافة تضيء وتنير المصابيح أمام للنماذج الإبداعية المختلفة التي قطعا يعني مصر عبر التاريخ كانت تنتقل من جيل إلى جيل، الإبداع والثقافة والفن جزء أساسي وهو يعني النبض الحقيقي لقلب الدولة المصرية عبر التاريخ، وهو أساس لقوى ناعمة تعبر بها مصر إلى دول العالم أجمع. لكن دعني أتساءل، كيف نجحت مصر في تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، سواء من خلال توفير الحياة الكريمة وتطوير قرى الريف المصري، أو من خلال المدن الجديدة التي توفر فيها عدد من الوحدات السكنية التي تناسب كافة فئات الشعب المصري، ومنها بطبع الإسكان الاجتماعي الذي تم تسليم عدد من عقود التملك الخاصة به اليوم؟ يعني ده جزء كان أساسي من فلسفة واستراتيجية ورؤية السيد الرئيس في إدارة الدولة المصرية. وبالتالي هنا الأرقام التي تسجلها الدولة المصرية ووزارة الإسكان والحكومة المصرية بحجم الوحدات السكنية أو الإسكان الاجتماعي والتحول من العشوائي إلى ونقل العشوائيات وإقامة مدن مثل الأسمرات وغيرها، سواء في القاهرة أو في الإسكندرية أو غيط العنب وفي الإسكندرية وغيره، وبالإضافة إلى الامتداد يعني المترامي الأطراف من حجم الإسكان الذي بات يوفر كل شقة وكل سكن لأي مواطن. لا يوجد مواطن الآن يريد أو يطلب سكن ولا يجده، وهذا كانت جزء من فلسفة السيد الرئيس وحرصه أيضا. ونحن يعني أمام عدد سكان يزداد سنويا قرابة 2 مليون، فيعني هناك التزامات كثيرة جدا، القيادة السياسية تحرص كل الحرص على حل يعني المساعدة والمساهمة في حل المشاكل بقدر المتاح وبقدر المستطاع، خاصة نحن يعني أمام يعني هذه الظروف ربما تكون مغايرة لأنها ارتبطت بأزمات اقتصادية عالمية. لكن على أي حال كانت جزء من استراتيجية السيد الرئيس في إدارة البلاد والمصريين هو يعني البحث عن حلول لمساعدتهم
في مثل المبادرة الكبيرة، هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، وهي حياة كريمة. وهذه يعني ستنير كل قرى ونجوع ومدن جمهورية مصر العربية، هذه واحدة. الثانية تتعلق بتكافل وكرامة، وهذا ما نلحظه ونشهده على أرض الواقع، وتقوم به وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الدولة للمساعدة والبحث عن دعم للمواطن المصري. أشكرك جزيل الشكر الدكتور جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.